حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتبة والإعلامية منى المطوع. أستاذة منى، بعد التحية، كيف تصفين الممارسات العدائية التي تقوم بها السلطات القطرية تجاه البحارة البحرينيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن نادين ونستنكر بشدة ما تقوم به السلطات القطرية مع الصيادين البحرينيين. هذه السلوكيات هي سلوكيات عدوانية ووحشية تقترب من همجية الإجراءات، وهي في الأصل إجراءات غير نظامية وغير قانونية ومرفوضة، وأيضا هي غير مقبولة على المستوى الشعبي والرسمي في مملكة البحرين، وتصنيفها يصنف في خانة الإرهاب البحري. هناك سياسة عدوانية ممنهجة لاستهداف البحارة المواطنين في مملكة البحرين، وهناك انتهاك صريح وفي الخروج عن حدود القيم والإنسانية والمبادئ الأخوية التي يقوم بها خفر السواحل القطري بممارسة أشد فنون المعاداة على الصيادين المواطنين. وأيضا هناك عدوانية وصلت إلى درجة إطلاق النار وحوادث الاصطدام واستهداف أرواح وممتلكات الصيادة البحرينيين، ووصلت أيضا في بعض الأحيان إلى درجة القتل مع مصادرة القوارب وفرض غرامات مالية عالية ومحاكمتهم وفق أسس تفتقر للعدالة والموضوعية والحقوق. هذه كلها أمور تخالف مبادئ حقوق الإنسان والعمال، وأيضا يخالف الأعراف والمواثيق الدولية والحقوقية، ويضرب استقرار الأمن البحري في المنطقة وكذلك في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي متمثلا في القوانين والأنظمة المعمول بها والواجب الالتزام بها. ونحن ندين قتل أحد البحارة المواطنين في منطقة سترة، وأيضا ندين العدد الإصابات البليقة التي تسببت بها السلطات القطرية للصيادين المواطنين والتحفظ على ممتلكاتهم وقواربهم لفترات طويلة في قطر. وهناك حالات كثيرة بين البحارة البحرينيين تم إتلاف ومصادرة عدات الصيد والقوارب، وكثير من الصيادين أيضا تعرضوا للمحاكمات وإتلاف مراكبهم ومحركاتهم، وهذا أمر يعني مستقرب جدا من نظام، من المفترض أن يكون نظام أخوي، ومن المفترض أن يحافظ على الأعراف والعادات والتقاليد الخليجية. نحن يعني ندين سلوك خفر السواحل القطري العدواني والذي تجاوز المفاهيم الأخلاقية والحقوقية، وهناك تعامل شرس جدا يتعرض له الصيادين البحرينيين، رغم ان مهنة الصيد مهنة منذ التاريخ تعتبر مصدر دخل للعوائل البحرينية، لكثير من عوائل البحرينية. نحن نشيد بكلمة معالي وزير الداخلية الأخيرة وأيضا التوجيهات الملكية السامية بشأن تعويض الصيادين البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية. وهذا ليس بمستغرب على قيادة مملكة البحرين وحرصها على مصلحة المواطن البحريني والحفاظ على مكتسباته وحقوقه وأيضا مصادر دخله. كذلك نشيد بمبادرة مجلس الوزراء البحريني بشأن التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بكل الجانبين بممارسة عملهم، وأيضا نشيد بما جاء في كلمة معالي وزير الداخلية حفظ الله ورعاه بأهمية تأمين سلامة البحارة البحرينيين وأيضا الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم من المخاطر والعدوانية والوحشية التي يتعرضون لها من قبل السلطات القطرية. نعم، الكاتبة والإعلامية منى المطوع، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.